الرياضية. مشاهدي اوريزون تي في ما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم لاخبار زوم سبور. واكيد ان الحدث هو فيروس كورونا الذي ينتشر في جل انحاء العالم. هذه الحلقات الأخيرة هي حلقات استثنائية، ومن خلالها نتواصل مع ضيوف لهم علاقة بكرة القدم وبالرياضة بصفة عامة، ونتساءل معهم كيفاش كيقضيوا الحجر الصحي ديالهم من أجل أننا نفيدوا بعضنا البعض، وكذلك حتى من خلال المدن اللي هما كيقطنوا بها. أكيد الضيوف اللي كانوا كيشرفونا هنا في البلاطو فكنتعاملوا معهم وكنتواصل معهم عبر الهاتف من أجل أننا نطمئنوا عليهم، وكذلك أننا نعرفوا الوضع كيفاش داير حول الحجر الصحي. فاليوم ضيف حلقة اليوم هو الحكم السابق سي محمد المجاه الغني عن التعريف، اللي دائما كيطلع علينا بالحالات التحكيمية، ولكن الآن غنتكلموا على الحالات التحكيمية حول وباء كورونا، كيفاش كيقضي الحجر الصحي، واش هو ضابط الأمور ديالو، كيعطي الراس الصفراء حمراء في الوقت اللي كيحاول وقته في آخر أنه كيخرق نوعا ما ولو أنه في الدار. سي محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا الأخ محمد مفتاح، تحية لك وتحية لكل سي محمد. أكيد أنه الكل كيعرف بأنه الحجر الصحي هو العلاج الوحيد اللي يمكن أننا به غنحدوا من انتشار وباء كورونا. كيفاش كتقضي اليوم ديالك في ظل الظروف سي محمد؟ هو بطبيعة الحال لأنه أنا المغرب كان من الدول السباقة واللي كتعتبر من الأوائل في العالم اللي طبقوا الحجر الصحي، واللي استطاع باش انه باش يحصر هاد الافه انها باش ما تنتشرش في المجتمع، وكنبقاو اننا من الدول اللي ما تعدتش الحالات ديال الالف، وهذه بالنسبه ليا انا كتبقى سابقه، وكيبقى من الدول الكبيره اللي شادت بهاد الاجراءات الاحترازيه اللي خداها المغرب. انا غير باش نقول لك السي محمد يفتح، انا من الناس اللي مطبقين الحجر الصحي رفقه العائله ديالي تقريبا 100%، الا ما اقول نقصر تقريبا الوقت ديال القدام ديال الحجر مره في الاسبوع ما كتعداش ربع ساعه ديال المكنه ولا 10 ديال الدقائق. كنخرج للحانوت حدايا الخضار حدايا الكزاه ديال المسائل، كناخذ داك المسائل كامله، وكنجلس مع وليداتي في الدار. الحجر الصحي ربما هو انا بالنسبه ليا خلانا نكتشفوا مجموعه ديال الحوايج اللي كنا فاقدينهم ملي كانت عندنا شويه ديال الحريه، بالخصوص انه في المنزل، لانه كتجلس مع العائله ديالك، كتباشر العائله ديالك، كتباشر الوليدات ديالك عن قرب من خلال التمارين ديالهم، من خلال الدروس ديالهم، وكتكون عنكتب، كتكون اكثر من اللي كتطلع عليهم واحد ربع ساعه في النهار، دابا المهم كتطلع عليهم بواحد الساعات هي اكثر. انا بالنسبه لي هذه افاده، بالاضافه للانسان، انا بالنسبه لي كيبدا الانسان بالاداه ديال صلاه الفجر، من بعد منها الصلاه القراءه ديال الحزب، ربما استطعت الحمد لله في ظل هذا الحجر الصحي باش نختموا السلكه ديال القران ثلاثه ديال المرات. انا بالنسبه لي هذا مكسب كبير، بالاضافه الى القراءه ديال الكتب ديال القوانين ديال التحكيم، انك يبقى دائما بجنبك، كتولي دائما دير مراجعات وتحاول ما امكن تعمق في النصوص ديالو، بالاضافه الى النصوص القراءه التغذيه الروايات والكتب العالميه سواء العربيه الفرنسيه او الانجليزيه، باش انه الانسان كيحاول دائما يطور المعارف ديالو، ودائما باش ما يوقعلوش واحد الملل بالنسبه لليوم ديالو. انا بالنسبه ليا كيدوز يوم فيه نوع من النشاط، فيه نوع من الحيويه، بالاضافه الى انه بعد التمارين الرياضيه رفقه العائله اللي كتحاول تاخذها تقريبا، واخا ما كيكونش فيها انا بالنسبه ليا واحد الوقت بزاف، كان كتعداش تقريبا واحد 25 دقيقه ولا 30 دقيقه باش كديرها، لان راه كتعرف الدار ماشي ما كتعطيكش داك المتنفس، داك الحريه الكبيره ديال التحرك، ولكن مع ذلك كدير بعض الحركات باش الانسان ما يبقاش يلقاش داك اللي يتقال اكثر من داك الملل، وداك الملل ما يكونش. وانا بالنسبه لي الشعار دائما يكون هو انه تبقى في دارك باش تحمي راسك وتحمي ولادك وتحمي بلادك. نعم سي محمد، يمكن انه انت على مستوى العائله الحمد لله الامور ضابط امورك، ولكن تعطينا نبذه على فاس، كيفاش هي ولو ان انت قلتي ما خرجتيش، ولكن اكيد كتواصل مع الناس والاقرباء عبر الهاتف. ظروف فاس، واش الناس مطبقه الحجر الصحي زعما بدرجه كبيره، ام انه مازال هناك بعض الصور اللي كيف كنشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي في جميع المدن المغربيه اللي كنتمنى انهم يدخلوا لديورهم كيف قلتي باش نتفاداو تفشي هذا الوباء؟
هو الحجر الصحي انه يختلف من منطقه الى منطقه هنا بمدينه فاس، خصوصا انك تلقى عندنا الاحياء الشعبيه اللي فيها بعض الانفلاتات ربما اللي كانت وقعت في البدايه ديال الحجر الصحي واللي كانت انه شاعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الانفلاتات ربما هي في بعض هذه الاحياء الشعبيه اللي كاين فيها شويه ديال الاميه كتسود فيها، شويه ديال الجهل وشويه ديال الناس انهم مازالين ما عارفينش الخطوره، ما قدريش الخطوره ديال هاد كورونا والانتشار ديالها في المجتمعات كالنار في الهشيم. ولكن انا بالنسبه لي بفضل التدخلات ديال السلطات المحليه بالخطوط التدخلات ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني في اطار التوعيه، كذلك وسائل الاعلام سواء المكتوبه المسموعه او ديال الويب، كلهم انه حاولوا باش انه هذا الشيء اللي خلانا الناس ولات كتستوعب الخطوره ديال هذه المواقف، وبقات الناس كتحتار منه، ما بقاش ذاك الانفلاتات اللي كانت بواحد الشكل اللي هو كبير هو فج. ولكن انا بالنسبه لي في المحيط ديالي قليل فاش كتشوفنا الناس الا ملي كتصادف تقريبا في كنتلاقاو اغلبيه، كنقول لك ملي كتشوف بنادم في ديك 9:30 ولا 10 ديال الصباح ما غير باقي هذاك في الحي، ما كيبقاش يبان لك الناس. وانا بالنسبه ليا هذا مكسب بالنسبه للحي اللي كنقطن فيه، وربما ما سمعناش فيه شي حاله من الحالات ديال كورونا، حفظنا الله وحفظ الشعب المغربي من كل مكروه. نعم. سؤال اخير سي محمد، هو انه كنعرف انه انت صاحب مقهى، كيفاش تعاملتي مع الناس اللي خدامه عندك؟ انا غير باش نوضع المشاهد الكريم في هذه المساله، ما كانش عندي اشكال، لان عندي تقريبا الدراري ديالي كلهم ديكلارين في لاسينيسيس، ما عنديش هذا الاشكال. ربما هذه الاشكال ما كنعانيش وما لقيتش اشكال بالنسبه للدراري، بالاضافه انني باشرتهم بمساعدات عينيه مباشره خلال هذا الشهر، لان كتعرف الانسان جات علينا هذا الحجر، جاء نزل بدون سابق انذار، لان لابد كنت انك تتواصل مع العاملين اللي كيشتغلوا معك باش توقف جنبهم في هذا الوقت، لان باش ما يصطدموش بالواقع واش ما يحسوش حتى هما بداك القرفه. ما لقيتش هذا المشكل، بالاضافه انه لا ديكلاراسيون ديال لا سينيس انه ليس ديكلاراسيون كما نصت على ذلك اللجنه ديال اليقظه باش غادي توصلوا بالمستحقات ديالهم، بالاضافه للمستحقات اللي وصلتهم بها انا في الشهر ديالنا تخلصوا، بالاضافه الى بعض الحوايج اللي زايدين. كنبغيش نمن في هذه المساله، ولكن غير باش الانسان يقول لي نعم. انه هذه المواقف هذه هنا باش كيبان الانسان المعدن نعم. ديال الانسان، لانه اللي يشوف الانسان المقرب اللي معاه باش انه غدا من غدا تمنين تحل كيبقى يحس بك ذاك الخدام بانك في واحد الموقف بانك كنت راجل معاه، وكيبقى دائما كيخدم معاك ودائما كتبقى ذاك الاخلاص في العمل، وكيبقى دائما ذاك المشروع مستمر. وبالنسبه لنا هذه الازمه ديال كورونا خلت ان كل مكونات المجتمع المغربي انها باش تكاتل فيما بعدها، وانا شفت الناس اللي ساهموا في الصندوق ديال كورونا، وشفت اللجنه ديال اليقظه والعمل الكبير ديالها اللي كتقوم باش انها تحاول تغطي. نتمنى انهم بعد تمر هذه الازمه انه نعيشوا مغرب اخر وتكون نظره اخر وتسوى مجموعه ديال الحوايج، لانه شفنا بانه انا بالنسبه لي كاين التغطيه الصحيه ولا كذلك التغطيه ديال الصندوق الوطني الاجتماعي كاينه قليله في مجموعه ديال القطاعات، باش المسؤولين يسهروا على هذه المسائل ويحاولوا يخفوا التكاليف ديالها على ارباب العمل، وتكون هي اجراءات مسطريه باش الكل يستافد من هذه المسائل باش ما نوقعوش في مثل هذه الاخطاء، وبالتالي انه الاقتصاد ديالنا يولي ينتعش من جديد باش منا ما تقيسناش ديك السكته القلبيه. شكرا جزيلا سي محمد. غير قبل ما نختم معك ناخذ رايك بخصوص واحد الفيديو متداول بشكل كبير ديال جوج الناس فرنسيين اللي تكلموا على انه يجب اختبار لقاح فيروس كورونا المستجد في افريقيا. ونعطيك شنو قال صامويل ايتو اللاعب السابق للبارسا والريال مجموعه من الانديه، قال بانه هاد الطبيبين هم يمكن نقولوا عليهم قتلوا، وذلك من خلال تدوين له عبر تويتر. وكذلك ديدي دروغبا اللاعب السابق لتشيلسي قال انه من غير المعقول اننا نسمع هذه التصريحات وهذا الظلم كامل في حق افريقيا، وقال بانه افريقيا ليست مختبر. اود ان اشجب بشده تلك الكلمات المهينه والخطيره والعنصريه قبل كل شيء. كذلك تدوين لواد اللي قال بانه خاص هذاك اللقاح اللي كان غيتجرب يتجرب فيكم انتوما اللي تكلمتوا على هذا الموضوع. فكلمه ولا كلمتين حول هذا الموضوع سي محمد.
انا معاك، انا من الناس اللي سينيالاو الكونت ديال دوك الناس، وانني في الاول قريت هذا الخبر في الصباح، وانني كنندد بهذه التصرفات اللامسؤوله وهذا العنطزيه اللي مازالين كيفكروا بها، بهذا الفكر الاستعماري والاستعبادي اللي كيفكروا به مثل هاد الناس. ما ينساوش بان افريقيا اللي هي ساعدت فرنسا، وهي اللي وقفات بجنب فرنسا، وهي اللي وقفات الاقتصاد الفرنسي والمجتمع الفرنسي والبنيه التحتيه ديال المجتمع الفرنسي. وانا كذلك كنضم الصوت ديالي للجمعيه ديال المحامين بالمغرب اللي رفعت دعوه، لان قررت باش ترفع دعوه ضد هؤلاء الناس على هذه التصريحات ديالهم المستفزه والعنصريه بالنسبه لنا، لانه هذا المرض ديال كورونا خلى ان العالم يكون كله سواسيه في مواجهه هذا الخطر وهذا الوباء، لانه لم يسبق المجتمعات الحديثة أنه أننا واجهنا فيروس فتاك بهذا الشكل. إننا كنشوف أنه الأعداد، إننا كنشوف الولايات المتحدة اللي تعدات 200 ألف حالة، وشفنا تقريبا وصلت ل 6000 ديال الموتى، شفنا إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، وبالتالي أنه شفنا أنه الدول العظمى الكبيرة وأنها وقفت عاجزة في مقاومة هذا المرض. نتمنى أن مثل هذا الفكر العنصري أنه يندثر، وأن تكون هناك الفكر اللي كيخدم الإنسانية واللي كينظر دائما للمستقبل، ودائما ما نبقاوش نفكروا فقط في الان، لانه دائما نفكروا بانه هذا المجتمع اللي كنهضروا فيها هي ديال افريقيا، دائما هي التي وقفت بجانب اوروبا وبجانب فرنسا بالخصوص. شكرا جزيلا سي محمد على التواصل ديالك الدائم، ونتمنوا كيف قلتي من الله سبحانه وتعالى انه بعد يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله في القريب العاجل. تحياتي سي محمد لك والعائله ولكل المتتبعين، شكرا مره اخرى. ونواصل أخبارنا مشاهدي الكرام بما قاله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قال بأنه سيعود وقت التفكير في كرة القدم، وعندما يأتي سنحتفل معا بنهاية الكابوس. كرة القدم بعد فيروس كورونا ستكون مختلفة تماما، ستكون اجتماعية وتضامنية بشكل أكبر ومرتبطة بالواقع الإقليمي، ولكن في نفس الوقت أكثر عالمية وأقل غطرسة وأكثر ترحيبا، كما قال بأنه سيستمر الفرح بعد تسجيل كل هدف، ولكن هناك أمور ستتغير بعد فيروس كورونا. وقال بأنه بدوره يدعم إيطاليا التي من أكثر الدول الأوروبية تعاني من انتشار هذا الوباء. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور، على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة. أقول للجميع خليك في دارك. MDGS معا بروح رياضية.